في التعاون البرلماني، حل اليوم بالجزائر رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في زيارة تدوم 5 أيام. وكان في استقباله بمطار هواري بمدينة الدولي رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل. اللقاء كان فرصة لبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين. تكرس العلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجزائر، والعلاقة الأخوية بين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وفخامة الرئيس الجزائري. وما نأمل في هذه الزيارة أن يتحقق إن شاء الله من خلال الموضوعات التي ستطرح ومن خلال ما سيتم من اتفاق. والحقيقة أن الجزائر هي بلد كل من أتاها أو سمع بها حتى ولو لم يأتي يفخر بما لها من ماضي وما لها من تاريخ، وأصبحت نموذج للدول الأخرى، وهذا والله الحمد يعني لم يخرجها عن إطارها الحقيقي وعن احتفاظها بعروبتها وبإسلامها وبقيمها.